صباح الخير على كل الناس. عايزين نرصد مع حضراتكم كده المشروعات والتطوير اللي حصل في القطاعات المختلفة بعد 30 يونيو. لما نيجي نتكلم عن كل قطاع لازم نتكلم عن قطاع كان شبه متوقف. القطاع ده هو قطاع البترول. كفاية أن أقول لحضراتكم أن عدد الاتفاقيات البترولية من 2010 ولغاية أكتوبر 2013 كان عددها صفر. أما بقى من بعد 2014 تم توقيع حوالي 130 اتفاقية بترولية مع أكبر شركات في العالم للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، وكان نتاج الاتفاقيات دي هو تحقيق احتياطي كبير من البترول وظهور اكتشافات جديدة. مش بس كده، احنا قدرنا بالفعل نحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي اللي قفز وبشكل كبير جدا بعد تنمية عدد من الحقول، كان الأهم فيها طبعا حقل ذهر. من هنا احنا قدرنا نتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، وتحديدا نقدر نقول ان التاريخ كان نهاية سبتمبر 2018. طبعا مع زيادة الانتاج بقى عندنا فرصة كبيرة اننا نعظم صادراتنا من الغاز، ونقدر نعمل اتفاقيات مع عدد كبير من الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي. ده غير كمان ان الانتاج الكبير سواء من الغاز او المواد البترولية التانية زي البنزين او السولار ساعد ان احنا نأمن كل احتياجاتنا من المواد البترولية في وقت كان العالم كله بيعاني فيه من أزمة الطاقة. ما ننساش أبداً اللي حصل في قطاع البترول، وما نقدرش ننكر إن اللي حصل ده كان حاجة مهمة جداً، قدرت إنها تحط مصر على خريطة الطاقة العالمية، وده اللي طبعاً انعكس بكل تأكيد على إن مصر تأسس وتكون هي دولة المقر لمنتدى غاز المتوسط، وتكون رقم كبير في معادلة إنتاج الغاز في المنطقة. وعلشان كده نقدر نقول إن بعد ما كان المستثمرين بيحجموا عن الاستثمار في مصر، نقدر نقول إن مصر أصبحت بلد جاذبة وبشدة للاستثمار وللاتفاقات المختلفة الخاصة بالبترول. هنتكلم على مدار الحلقة في عدد الاتفاقات اللي حصلت، عدد الاكتشافات اللي حصلت، وكمان الشراكات الجديدة اللي حصلت. مش هننسى أبداً نقول إن مصر بقت أكبر ثالث منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا بعد ما حققت الاكتفاء الذاتي. هنتكلم كتير النهاردة على مدار الحلقة في قطاع البترول. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.